السلام عليكم اخواتي ابناء الوطن العربي الكرام، واهلا بكم في درس رقم 16 من كورس الميكانيكا الدرونج. كنا خدنا الرسمه دي في الدرس رقم 15 وعرفنا هتتجمع ازاي وبتتكون من ايه، تمام؟ اللي هي رسمه فلانج كابلنج، اللي هي بتتكون من اتنين فلانج ماسكين عمودين، كل واحده ماسكه في عمود متعشاه مع عمود بكي، تمام؟ وهيمسكوا وهمسك الفلانجتين ببعض باربع مسامير على محيط الفلانجتين، تمام؟ كل المطلوب مني اللي انا هعمل قطاع الفيجن كامل. هو جايبها لي، حتى جايب لي المسقطين زي ما قلت لكم في الفيديو السابق، اللي هو عامل لي ليهم قطاع الفيجن للاثنين، تمام؟ للفلانج للرايت هاند فلانج والليفت هاند فلانج. بعد كده هو عايز سايد فيو، سايد فيو، وهقول لك برضو البلان علشان لو طلب البلان يعني، بس هو نقط المطلوب اللي هو مسقطين بس، تمام؟ هبدا ارسم الرايت هاند المسقط الاليفيجن زي ما هو هنا، اهوت زي ما هو جاي لك كده، اهوت التجميعه بتاعته اللي انت بس ايه، هنركب هنزن دول في بعض ونركب الاربع مسامير، هيبقى واحد فوق اللي هيبان وواحد تحت هيبان، تمام؟ هتيجي تقسم المستطيلين اهم، انا عملت المستطيلين اللي قلنا عليهم اللي طلعنا ابعادهم، هاجي اقسمهم بالنص، تمام؟ انا برسم طبعا بابعاد كروكي، فالابعاد بتاعتي مش مظبوطه يعني، مش زي اللي احنا قلنا عليه، تمام؟ هنا ده كله 18 12 و8 يبقى 6 و4، تمام؟ بعد كده انا بقسمه بس عشان ابدا بدايه كل فلانج لوحدها، تمام؟ اي ما ترسم اي رسمه حط محور في النص عشان تبقى عارف حدود الرسمه بتاعتك يمين وشمال. هبدا ارسم الفلانج ديت الخط اللي في النص ده، ده لما يدخل ان هوت، فهترسم ده، انا معايا ال 80 دي هتدخل جوه اهو، فمش هرسم الخطوط دي لانها هتدخل جوه، تمام؟ هبدا ارسم من فوق، هاخد ال 80 ديت هدخل لجوه المسافه دي كده، اهوت كام المسافه دي؟ 9. اقوم داخل اعمل سنتر كده ينصف الجسم كمان كده اهوت، اهو ادي سنتر لاين للجسم ده، تمام؟ هدخل مسافة 9 اللي هي الفتحة دي، تمام؟ اهي. بعد كده هطلع لفوق، المسافة كام؟ 80. هطلع لفوق، القطر بتاع 80، هطلع لفوق 40 وتحت 40، ادي 40 فوق وادي 40 تحت، تمام؟ بعد كده هطلع من هنا، هطلع الطلعة دي لبره ودي لبره، بعد كده اكمل لفوق، اطلع لفوق قد ايه؟ اطلع 7 من هنا، لان هو 7 لان في 2 مللي كمان اهو، تمام؟ هطلع 7 بس، مش هطلع التسعه كله، انا دخلت 9 وهطلع 7 يعني قبل الاثنين، قبل المحور كده قبل السنتر لاين هسيب 2 مللي كده اهو اهو، واقوم طالع تحت، طالع فوق ونازل كده تحت اهو، تمام؟ لحد قطر كام؟ هطلع لحد قطر كام؟ لحد اخر القطر ده هوت اللي هو 150، وهتزود عليهم الفتحه بتاعت المحور ديت اللي هي كام؟ المسافه ديت، انا وقفت لحد هنا دلوقتي، انا وقفت اخدت من هنا لحد ان هوت كام؟ 150. طيب هو المسافه ديت كده هوت، بص المسافه دي قال لي كام؟ اهي في الفلانجة التانية بيقول لي ان المسافة دي 16. طيب المسافة من هنا لحد هنا كام؟ اللي هي بتساوي نص الفلانجة الكلية اللي هي 210 على الاتنين بتساوي 105. 105 ناقص ال 16 دي يبقى كام؟ يبقى 89. يبقى انا هطلع من هنا لهنا كده 89 اهو، اهو هفضل طالع لحد 89 وهاجي داخل هنا اهو، تمام؟ داخل الاتنين وهنزل تحت لحد 89 وهاجي داخل الاثنين التاني، تمام؟ بعد كده اهو، بعد كده هاخد من تحت المسافة اللي هي 45 اهي، تمام؟ اهي اللي هي المسافة دي، وهاجي عامل داخل خط كده اهو من هنا ومن هنا، ولسه لحد المسلوب دهوت، هرسمه كده اهوت، بس بعد كده هزوده لما ارسم المرسوب ده، المسلوب ده، تمام؟ هقوم داخل الحتة دي كده هوت اللي هي بسمك 8، الحتة ديت كلها كام؟ دي كلها كده هوت، دي باللفة كلها 8،
فاقوم جاي كده اهوت بالشابلونه. بالشابلونه هعمل ديت كام؟ هنا اهو، وبيقول لك عليها 6، قال لك عليها 6 فوق اهو، قال لك اللفه دي كده اهوت 6، يبقى بنص قطر كام؟ بنص قطر 3. او ممكن تاخدها بالشابلونه على طول مره واحده، تيجي عامل نص دايره هنا اهو، تمام، نص دايره هنا اهو، تمام. بعد كده اهوت عايز تدخل لحد هنا اهوت 8، كانت هنا اهوت 6 وهنا 8، يعني ده دي سالبه كده اهو. السالبه دي، السالبه دي داخله لحد كام؟ انت معاك هنا اهوت 45، شيل منهم ال 20 دي، يبقى كام؟ ال 20 و22، 22، يبقى ده تدخل كام؟ 23 لجوه، تدخل 23 لجوه كده اهوت، وتاخد تنزل لتحت 2 مللي، وتيجي عامل الخط الجديد، الخط بتاعك اهو اللي هي بتلف تحت كده، تمام؟ بعد كده انت تمسح بقى اللي هو ايه؟ اللف دوت، او تسيب، عايز تمسح بس الزياده دي، تمام؟ الحركه ديت هتكررها في كله، بس استنى، في لفه معاك اهيت، في اللفه ديت اللي هي بكام؟ بقطر 2 مللي او نص قطر 2 مللي. هتيجي بالشابلونه الدوائر، تيجي عامل نص قطر 2 مللي كده اهو، تاخد تجيب دايره قطرها 4 وتيجي عامل دي كده اهو، تمام. بعد كده هتطلع وتنزل الخط بتاعك، تيجي طالع فيرتيكال لاين اهو، الخط ده اللي هو طوله كام؟ طوله 32، تاخد 32 هيطلع مثلا هنا اهو، اهو النقطه اخره اهو، هتقوم عامل النص دايره الثانيه دي، النص دايره الثانيه ديت كام؟ بقطر برضو 2، نص قطر 2 اهو، اهو. يبقى انا حددت فين؟ حددت النقطه دي اللي هي هتلاقيها زي ما انا ما قلت لك، من 1 ل 10، التيبر ديت من 1 ل 10، يعني ديت 100، هنا اهوت هتلاقيها القطر دوت 110، يبقى المسافه من هنا لهنا 50، ومن هنا لهنا 55. لو قست المسافه دي كده اهوت هتلاقيها 55. طب تعالى نشوف، تعالى نشوف، احنا قلنا المسافه من هنا لهنا كام؟ 105، اللي هي نص دي 105، 105، تمام. اخدنا المسافه من هنا كده اهوت لحد هنا اهوت 50، يبقى فاضل المسافه دي كلها 55، يعني خدنا المسافه دي كلها 50، يبقى دي كلها 55. الحته دي 8 لحد السنتر، تمام. بعد كده دي 32، بعد كده اهوت الثانيه ديت الحته دي 4، يبقى معايا 8، وان اهوت النص القطر الثاني ده اهوت 2، يبقى 10، 10 و32 42 و42، وان اهوت ال 10 الثانيه ديت اللي هي هتبقى معايا 4، وديت 4 4، وديت هتبقى كام؟ هتبقى 5 اللي احنا قلنا عليه، تمام. يبقى كلها انت هتحسبها، يعني لو حسبتها مع نفسك هتلاقيها جت، يعني هتلاقيها جت ديت ان هي ديت القطر دوت هيبقى كام؟ 50، 55، تمام. يبقى انا حتى انا واقف عند النقطه دي اهي، هتيجي عامل ان هو اتحاسب من هنا القطر بتاعك 110 على بعد كام؟ على بعد 85. هتاخد من هنا كده 85 اهو كده مثلا 85، هتجي لك لحد هنا، تمام. هتيجي عامل القطر ال 100 بتاعك اهو، تمام. هتيجي واقف هنا اهو، حدد ال 100 اهي مثلا، تيجي عامل ايه؟ موصله بخط اهو، مثلا طول شويه اهي، توصلها بخط اهو. بعد كده تحدد ال 100 الثانيه، تحدد ال 100 الثانيه بتاعتك هنا بقى، الخط دوت همده لحد ليه؟ لحد المسلوب زي ما هو ممدود هنا لحد المسلوب. بعد كده، بعد كده هتوصل الخط بتاعك، حدد ال 100 الثانيه اهي، حددتها مثلا تحت اهي كده، حدد دي هو اهي، تمام. بعد كده اللي عملته هنا هكرره الناحيه الثانيه، هاجي من هنا كده اهو، واحط الخط اللي في النص ده اهو، واقوم داخل من هنا كده 2 مللي ودايره 4، تمام. بعد كده اهوت هجيب هنا اهوت 6 زي ما قلنا اهي، بعد كده هوصلها، تمام، واعمل الدايره بتاعتي او النص دايره بتاعتي. بعد كده هقوم طالع واقف هنا اهوت اللي هي على المسافه دي، واقوم عامل دايره 2 مللي اهي، تمام، واقوم شايل اللي في النص ده واقوم موصلها، مطولت شويه اهو لحد نوت لحد هنا كده. بعد كده تيجي عامل نص دايره وتيجي موصلها بدي اهي، تظبط الخطوط بتاعتك بقى، تمام. اللي عملته تحت هكرره فوق. بعد كده هطول بقى الخطين اللي احنا كنا عملناهم بطول بطول عشوائي. بعد كده هتمسح الزياده، تمام. الباقي ده هو بقى اترسم في الايه؟ في الشافت. الشافت بتاعتها بقى هحط الشافت، رسم، امسح الخط ده والخط الزياده ده،
الشفت بتاعنا بقطر كام؟ بقطر 50. هتاخد 25 لفوق و25 لتحت. ادي هي 25 لفوق اهي و25 لتحت اهي، وتيجي طالع بالشفت لحد بره اهو، تمام. والشفت بيبقى باين لانك ما بيتهشش وباين. يبقى اذا الخط ده انا اشيله اهو. بعد كده هعمل النهاية بتاعة الشفط اللي هو مديهالي، اللي هو الشفط يعني الطويل معايا. اكمل دي كده اهو، تمام. بعد كده هعمل نهاية الشفط، امسح الزيادة ديت انا مش عايزها، امسح الزيادة دي كمان مش عايزها، تمام. هعمل النهاية بتاعة الشفط اهي اهي، ومشي دي، تمام. سواء بقى تحت ولا فوق مش هتفرق يعني، تمام. بعد كده هحط الكي بتاعتي. الكي كام عرضها؟ قلنا عرضها هو 14. تاخد 7 يمين و7 شمال، 7 فوق و7 تحت اهو اهو اهي. بعد كده هتمشي بطول كام؟ بطول 80 اهو اهي وهي، تمام. بعد كده اهوت النهايه بتاعته، بيقول لك النهايه بتاعته كام؟ نص نص دايره. دي كلها 14، يبقى نص دايره هتبقى 7. تفتح 7 بالبرجل وتيجي عامله او بالشابلونه بتاعت الدوائر بتاعتك، تسهل معاك حاجات كتير. الشابلونه دي كل الدوائر دي تعملها بالشابلونه اهي، نص دايره الدوران بتاعته، تمام. تعالى بقى نفتح الفتحات ديت، الفتحه اللي فوق والفتحه اللي تحت، التقبين اللي انا عدي منهم المسامير. التقبين دول قلنا قطرهم كام؟ 17. ف17 هتقوم اخد عامل لهم المحور بتاعهم الاول على بعد 150، يعني 75 لفوق و75 لتحت. هتلاقي جالك هنا اهو كده اهو محور سنتر لاين اهو، وواحد هنا اهو، تمام. طب اظبط دي اهي، وداخل الاتنين دي كده، تمام. بعد كده هعمل الاتنين محاور، الاتنين الفتحات، واحدة كده اهو، واحد هنا اهو، واحد هنا. الفاي بتاعتها كام؟ 17، تمام. يعني معايا 8.5 فوق و8.5 تحت، ونفس الكلام من هنا، تمام. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت رسمت دي. بعد كده اقوم مهشرها، تشيل مثلا ان هو اخده يمين اهو، هاخده يمين، تمام. بس كده يبقى انا كده رسمت الجزء ده. بعد كده هكمل عليه الجزء التاني، هرسم فيه الجزء التاني، تمام. الخط ده اتفقنا، الخط ده هيبقى مماس للخط ده. يبقى انا هبدأ من هنا اهو، تمام. هبدأ من هنا، هيبقى من لامس هنا اهو. بعد كده هطلع اهو من الخط ده بقى، هطلع من هنا بداية الجسم اهو، تمام. هيبقى كده اهو، من هنا كمان. بعد كده اللي قررته من اهو هقلبه الناحية التانية، تمام. هقلبه الناحية التانية اهو، هاخد الخط ده كده اهوت لحد هنا اهو، واقلبه وادخله مع بعض هنا، يبقى في فتحة في النص للزيت، تمام. وهنا اهو دي كمان هنا اهو، وهتيجي داخلة هنا اهو، تمام. بعد كده الخطين اللي في النص دول هيتلمسوا مع بعض، ده وده، بعدها يعني اللي هو الخط ده والخط ده هيتلمس مع ده ومع ده، تمام. بعد كده هقلب ده الناحية التانية اهو، هقلبه الناحية التانية اهو، يبقى كده اهو. الدايرة بتاعتي، نص الدايرة بتاعتي. بعد كده هيبقى سواء الخط ده زي الناحية دي اهو، بالأبعاد بتاعتك بقى، وتبدأ ترسم اهو. بعد كده في لفة، تمام. بعد كده نزيها تحت اهو، تاخد خط نزيه تحت، تمام. تشتغل اهو، تنقل معايا نص دايرة، تمام. من هو شغل اهو معايا اللي فوق، يطلع يطلع مظبوط اهي،
تبقى بالأبعاد بتاعتك تظبط الحاجات دي، تمام؟ يعني عشان برسم من غير أبعاد فهتلاقيها مش مظبوطة شوية، تمام؟ بعد كده هو تكمل دي، ترسم العرض بتاعها إن هو كان بادئ مثلا إن هو آخرها اللي هو تاخد مسافة كام، مسافة 85 من هنا، من هنا كده مثلا يبقى لحد هنا، تمام؟ بعد كده تيجي عامل القطر اللي هو 100 ده فاي 100، 50 فوق و50 تحت، تمام؟ اجي لك لحد هنا اهو معادي، او ممكن تاخدها من دي كده اهو اهو اهي، ومن التاني كده اهو اهو اللي هو قد ده يعني، تمام؟ بعد كده من دي هتنقلها الناحية التانية اهي اهي، يبقى ديت الدايرة، دي هتبقى دايرة كده اهو، نص دايرة، تمام؟ وطالع منها الخط متوصل في دي كده نقطة بالنقطة، تمام؟ ونفس الكلام هنا اهو اهي، تيجي عامل دايرة اهي، تمام؟ وتيجي موصل، تمام؟ بعد كده الخط من هنا لهنا وداخل على هنا وعلى هنا، تمام؟ بعد كده هو العمود بتاعي، العمود بتاعي راكب موصل بقى من هنا لهنا، بس استنى العمود هيركب فيه هيركب فيه كيك، فهتعمل مفهوم هو خفيف علشان هيتمسح، تمام؟ وهتقل بقى من بعد الفلانش، بعد كده يبقى هنا تقيل عادي اهو، تقيل لحد هنا، تمام؟ بعد كده تمسح الفلانش الخط اهو، تمسح الزيادة دي وتعمل النهاية بتاعتك. هنا عملت النهاية كده هنا اهو، بعد كده تعمل النهاية هنا اهو فوق، التنشيط بتاعته فوق، تمام؟ امسح الزيادة. تمام، امسح الزيادة دي، تمام. بعد كده عايز اركب الكي، عايز اركب الكي، احنا اتفقنا الكي ارتفاعه كام؟ ارتفاعه 9 اهو، ارتفاع بتاعه 9 اهو، تمام. هقوم جاي واقف هنا، وبدايته من هنا لحد هنا اللي هو من هنا لحد هنا، هنزل لفوق، هنزل لتحت 4.5 اهو، وفوق وفوق هطلع لفوق 4.5، واقوم اخد خط لحد الاخر كده اهو، يبقى ده الكي بتاعتي، واقوم ماسح الخط اللي في النص، تمام؟ اقوم ماسح الخط اللي في النص، يبقى ده الكي كده بتاعي، تمام؟ خلاص بقى تكمل بقى الرسم بتاعتك. فاضل هنا اهو احط هنا اهو الفتحتين اللي هو زي هنا، ومن الفتحة دي زي هنا بالظبط، زي هنا بالظبط، تمام. بعد كده اهشر، انا هشرت ده يمين، اهشر التاني شمال اهو، اهشر الفلانج التاني شمال، تمام. بعد كده اهشر من هنا، تقشير داخل لحد هنا، بعد كده من فوق الخابور، الخابور ما بيتهشرش، هتهشر حوالين الخابوق فوق وتحت في العمود وفي الفلانج، ما هشرت الفلانج اهو، وهشر لك العمود كمان اهو كده، الفلانج هتهشر. العمود بقى تهشر ازاي؟ هتعمل كده اهو، هتيجي كده اهو، تيجي عامل خط كده اهو، وتيجي مهشر الحته دي اهو، تهشر الحته اللي انت عملتها دي عشان تقول له ان ده كي، ديت كده تهشير حوالين الكي لازم تعملها. طب هنا ما عملتهاش ليه؟ لان الكي هنا اهوت، الكي انا هنا قطع على الكي، الكي هنا اهوت قطع عليه، انما الكي هنا اهوت انا قطع تحت الكي، تمام؟ تحت الكي. يبقى كده خلاص انا ركبت الفلانشتين، لزقتهم في بعض وخلاص، مش فاضل ان انا اربط بالمسامير، اقوم حاطط مسمار فوق ومسمار تحت، تمام؟ المسمار اول ما تحطه هيمر هنا اهوت، قطره كام؟ قطره احنا قلنا كام؟ 14، قطره 14، ام 14، ام 14 هتدخل في 17، فاذا ده هيتمسح كده اهو، ده كده الخطوط دي كده هتتمسح لان هيمشي فيها مسمار، هيداري على الخطوط دي، ودي كمان هتتمسح فهرسم فيها مسمار، المسمار هيداري عليه. المحور بتاع المسمار اهو، كمل مسح كويس، المحور بتاع المسمار اهو، تمام. وادي اهو السنتر بتاع النط البوت،
تمام. نرسمه في النص يبقى مظبوط. تمام. بداية الخط اهو مسمار، وده نهايته او نهاية الفرنش عندي. احط ان هو المسمار هيبقى مديني اهو المسقط الفيجن بتاعه، هرسمه زي ما هو هنا اهو. راس المسدسه هيبقى 3 اوجه على الشمال، هدخل مسمار من هنا، هيبقى في ان هو هنا راس مسمار مسدسه. اول واحد ادي اول واحد، اول خط يبقى في النص، وادي الثاني. تمام. الارتفاع بتاع الصامولة كام؟ 95. 85% هو مش مديني الارتفاع بتاعه، هعمله انا 85% في القطر. القطر بتاع 18، القطر بتاع 16، ام 16 مش 14. طول الالوز هو ال 14، انما الام 16. تمام. هنا معايا 16 هتدخل في 17، يعني الفاي بتاع ديت 17 والام بتاع المسمار 18، الام بتاع المسمار 16، يبقى 16 جوه 17. ادي اول واحده للصاموله، اول وجه، وادي الوجه الثاني، وادي الوجه الثالث. قلنا ارتفاع الصاموله كام؟ 85% من القطر، يعني 85% اهو، 85% في 16 هيبقى معاك كام؟ 13 و6، قلت 13 ونص. يبقى ديت ارتفاعها، الحته ديت ارتفاع الصاموله 13 ونص. تقوم مقفل كده اهوت، وعامل بدايره تمس دي ودي والنقطه اللي في النص، وعامل قوس من هنا وهنا وهنا، تيجي عامل قوس يمين، وهنا وهنا وهنا، تحدد النقط كده وتيجي عامل لهم قوس، والزاويه ال 30 بتاعتك والزاويه ال 30 بتاعتك بعد ما تمسح النقط دي. تمام. يعني بديت كده عملت الصامولة، هكررها تحت اهو. خط في النص، وادي اللي على الطرف، وادي في النص، وادي على الطرف، وادي في النص. تمام. خلاص احنا بقينا ابعاد الصامولة، يعني بقيت عارف ابعاد الصامولة. تمام. ادي تقفل كده وتيجي عامل قوس اللي في النص، ودي قوس على اليمين، ودي قوس على الشمال. تمام. بعد كده اهوت، بعد كده هتمشي القطر بتاع المسمار، القطر بتاعه هيبقى اقل من القطر بتاع الفتحه بكام؟ بنص مللي من فوق ونص مللي من تحت اهو، وماشي من هنا كمان المسمار اهو ولحد هنا اهو. تمام. القطر كله المسافه كلها كام؟ المسافه وطول المسمار كله 60. تمام. اخدت منه 14، يبقى الباقي معايا كام؟ 60 ناقص 14 هتساوي 46. طب تعال نشوف كده المسافة دي، تعال نشوف المسافة دي قد ايه. المسافة دي اللي هي الحتة دي، اللي هي الحتة دي، بص كده المسافة من هنا لهنا كام؟ 2 مللي. يبقى معايا المسافة من هنا، المسافة من هنا لحد هنا اهوت مديها لي 22، شلت ال 2 مللي، يبقى المسافة كام؟ 20. 20 وهتزنق عليها 20 او كلها لما ديت، لما تيجي دي مع دي، يبقى كام؟ 22 و22، يبقى 44. 44 وفي معاك الورده، الورده 1.5، يبقى 44 و1.5 يبقوا كام؟ 45.5. 45.5. تمام. هتلاقي الالوز بتاعتك بدايته فين؟ الالوز بتاعك بدايته هنا اهو، جوه هنا، علشان يبقى في معاك انك تحكم الربط عليه. تمام. بعد ما حطيت ديت هتحط الورده بتاعتك اهي، في ورده ارتفاعها 1.5 وقطرها الخارجي قلنا عليه 32 وقطرها الداخلي 16. تمام. 16 اهو يبقى هنا وهيبقى هنا اهو. تمام. بعد كده هتحط الصاموله، الصاموله مثلا اهي زي اللي فوق دوت اهي هنا اهو. تمام. اهي اهي هتقفل. تمام. وهتحط الاوجه بتاعتك اللي جوه اهو، ادي وجه وادي وجه. خلاص بقى، يعني الحاجات ديت احنا اتعلمنا نرسمها، يعني مش صعب. تمام. بعد كده الحته اللي باقي ديت هتلاقي المسافه من هنا اهوت وهنا اهوت باقي المسمار، تركب باقي المسمار هنا اهو، او لقيتها لقيته جوه بقى انت بالابعاد بتاعتك، لقيته جوه لقيته جوه هيبقى ترسمه جوه. بعدين هتحط الزاويه 30، يعني الزاويه 30 بتاعت الصاموله دي، لقيت ديت جوه انت بقى تحسبها. هو نوت مثلا هيطلع معايا، لو طلع لبره هتمسح الخط ده وتعمله اهو، تطلع تعمل المسافه اللي بره دي، هيبقى عامل كده اهو، هيبقى عامل كده المسمار. تمام. وتيجي عامل الخطوط دي هنا اهو، لقيته بقى جوه يبقى خلاص، يبقى هو جوه. تمام.
همسح تمسح اللي في النص دول وترسم ترسم هنا، هو دي الصمغة ما بتتقطعش اهي، ترسم القلاوز، خطوط القلاوز ده كده وده كده، دي بتاعة المسمار وادي خطوط القلاوز تمام، وهنا بادئ القلاوز تمام. اللي عملته هنا هتكرره الناحية التانية، ادي الوردة اهي تمام، ركبت الوردة قطرها الخارجي وقطرها الداخلي وهتركب عليها الصامولة اهي، ادي هنا قوس وهنا قوس وهنا قوس، دي زاوية 30 ودي زاوية 30، وهتكمل المسمار بتاعك، هتكمل المسمار بتاعك اهو تمام اهو كده اهو، ده باقي المسمار بتاعك تمام. يبقى كده خلاص استنتجنا، عملنا قطاع اليفيجن كام، يبقى ده قطاع اليفيجن كام. فاضل ايه تاني؟ فاضل ان انا اعمل السايد فيو، استنتج السايد فيو. لما تيجي تستنتج السايد فيو كله هيبقى دوائر، لما تيجي تبص من هنا اهو اول حاجه تبص بالاتجاه ده وترسم، اول حاجه تيجي تنصف تنصف المسقط بتاعك اهو، هتنصفه وتعمل المحاور بتاعتك. عندي السبعة اهي، اعمل محور راسي الارتكال سنتر تمام، واعمل محور هوريزونتال اهو تمام. جبت السنتر، امسح بقى خلاص، امسح بقى الخطوط الباقية ديت ملهاش لازمة لأنها كده كده هتتمسح، لأن هو هيبقى دايرة فكله دوائر يعني. تاخد كل جزء لوحده وتستنتج له السايد فيو. أول حاجة السايد فيو بتاع العمود، العمود هتيجي فاتح النص قطر بتاعه أهو، تيجي عامل العمود، ادي اول دايره بتاعت العمود، لما تبص من هنا تشوفه دايره، ادي اول دايره بتاعت العمود ماشي. بعد كده اهوت الدايره بتاعت الفلانجه الصغيره اهي، تفتح هنا اهوت كده وتيجي عامل اهي، بعد كده في فلانجه تانية اهي، في دايره تانية اهي، الدايره الكبيره اهي، تيجي فاتح وتيجي عامل اهي، الدايرة التالتة بتاعت الفتحة بتاعت الفلانج اهي اهي، بعدها بتلاتة مللي او اتنين مللي اهو، تيجي عامل اهي تمام. بعد كده اخر دايرة كبير او في دايرة تانية، الدايرة التانية اللي هي بتاعت دي اللي هي زي دي اهو اهي، احنا غلطنا غلطة اللي هي كان فينا هو الدايرة اهي، اللي هي الدايرة دي فينا نص دايرة اللي عاملة كده اهو زي هنا يعني، تقوم فاتح من هنا كده اهوت لحد هنا، كل دي دوائر اهو اهو تمام. الدايرة بتاعة المحاور اهي، دايرة السنتر اللي بتاعة نص نص اللي اتعمل عليها الأربع الأربع مسامير اهو، تيجي عاملها محور اهي كده، نقطة حتة نقطة حتة نقطة، اقلل من الناحية التانية نقطة حتة نقطة وهكذا، تكمل تكملها لحد الآخر تمام. بعد كده الدايرة اللي بعدها، الدايرة اللي احنا خدنا لحد الدايرة دي، هتفتح الدايرة التانية اهي بعدها ب 2 مللي اهي تمام. بعد كده الدايرة الأخير أو اللي قبل الأخير، في معاها دايرتين، أدي واحدة أهي تمام، ودي اخر دايره بتاعت، ما تقعدش بقى تفتح ايه، تفتح على المسطره وبتاع، لا انت تاخد من هنا على طول عشان الوقت اهو، كده رسمتها كلها من غير ما افتح على المسطره، لو بقى قعدت تفتح على المسطره الاطول الاكتر اللي هنا هتضيع وقتك تمام. بعد كده هرسم الصواميل، هتبان ان هو مسدس، الصاموله بتاعت المسدس اقوم اخد كده اهوت الورده، ابعاد الورده اهي واحدة هنا اهوت اهي، ادي الدايرة بتاعت الوردة،
تيرة بتاعة الوردة، تمام، بتبان. وهنا واحدة بتاعة البرج اللي اتفتح اهو، تمام، وواحدة هنا اهو. أربعة معايا، أربعة أعمل لهم كل واحدة، واحدة زاوية صفر، واحدة 90، واحدة 180، وواحدة 270 أهو، تمام. بعد كده هو الدايرة الداخلية بتاعة اللي أنا هرسم عليها المسدس أهو، تجيبها من أهو، أو ممكن أو تحسبها اللي هي 16، واحد ونص في 16 بتبقى كام؟ واحد ونص في 16 يعني بتساوي 8 و16 24، تفتح 12 هتلاقيها جت هنا كده اهو، وتيجي عامل الدايرة بتاعة المسدس اللي انت تعمل على المسدس اهو. تمام، انت رسمت ان هو التلات اوجه، يبقى ان هو هترسم التلات اوجه اللي هي عامله ازاي، اللي هي هنا هو تاخد نقطة الهوريزونتال، خط الهوريزونتال، وهنا خط الهوريزونتال عشان ينتج معاك التلات خطوط، وتيجي نقطة الخط ده مايل بزاوية 60 ومايل بزاوية 60، وهنا هو ده هيقطع مع ده وده هيقطع مع ده. ليه بقى؟ عشان انت بتبص هنا اهو، شفت ادي وجه، ادي التاني، ادي التالت. لو رسمتها التلات اوجه فوق، يعني لو قلبت دي كده يبقى انت رسمك كانت لازم ترسم نقطة الوجهين، تمام. خلي بالكم من الحاجات دي، هنا هنا اتقطعت واترمت، ممكن ترسمها وجهين هنا اهو، تمام، ممكن تعملها كده اهو، اهي ممكن هنا تعملها كده اهو، بيحس ان هي لما اتقطعت واترمت خلاص هي مش مرسوم، فعادي. ودي كمان ممكن تعملها زيها اهي، اهي اللي تحت لازم تعملها زي اللي فوق دي علشان يبقى باين. لو انت تبص من اهو شايف ثلاث اوجه هنا اهو، يبقى لازم يحط الخط ده هنا اهو كده، وده فيرتيكال، وده كده، وده كده، وده كده، وده كده، يبقى دول الايه التلات اوجه. بعد كده بقى الدوائر اللي هي مش باينه، دايره العمود، دايره العمود، دايره المسمار هتبقى مش دايره، اعملها مش باينه، اعملها داش، اعمل خطوط دوائر داش بقى، تمام، في كل واحده في الاربعه. بعد كده خلاص فاضل الكي، الكي هيبقى داش، وعامل ازاي؟ واحد هنا هو كده، هو الداش فوق لما تشوفه من هنا فوق هيبقى داش كده اهو، ابعاده 14 في 7، 14 في 9، وواحد في الجنب هنا اهو، ده باين نقط في الجنب، هتعمله نقط في الجنب، هيبقى داش برضو لاني مش شايف، تمام. ده هيبقى نصه باين فوق، نصه باين فوق ونصه مختفي تحت اهو، النص اللي فوق باين، النص اللي فوق في الفلانجة باين، والنص اللي في العمود مختفي، تمام. العمود مقطوع، العمود مقطوع، تقوم مهشره، مهشره منه، تمام، هتقوم مهشره هنا كده. بلاش نهشر، بلاش نهشر، مش مهم علشان الداش ده يعني، تمام، عشان احنا حاطين الداش. فاضل ايه تاني كده؟ خلاص كده ما فاضلش لا، فاضل الفتحه دي، الفتحات اللي جوه دي بقى اللي هي الفتحه بتاعت دي اللي هي 80 دي هتبقى داش، هتيجي عامل خط كده اهو، الدايره داش، تمام، الدايره بتاعت الفتحه دي، وفي واحده كمان اللي هي الكبيرة دي، تمام، دي كمان هتبقى داش اهي، اللي هي في النص، اللي الفتحة اللي في النص تكملها داش، تمام. كده خلاص خلصت ليه مسقط الفيجن ومسقط سايد فيو. طيب انا عايز استنتج البلاء، عايز استنتج البلاء، هي الفلانجة، الفلانجة متماثلة من الاوجه كلها، فهتشوفها هنا زي لما بتشوفها من هنا، زي لما تشوفها من فوق، تمام، هي زي الاسطوانه بالظبط، التفاصيل كلها بتاعتها متكرره على اربع على الاربع اتجاهات. طيب هتبقى ايه اللي هيتغير بتاع؟ انا عايز احول الداش دهوت، عايز احول القطاع لخط سوليد. لما تحول القطاع لخط سوليد، ده الخط ده كده اهوت، الحاجات دي كلها هتختفي، هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى عامله كده اهو، ارسمها لك على ورقه اهي، هتبقى عامله كده اهو، ادي المحور اللي في النص، وده داخل عليه كده اهو اهو، بعد كده ده نازل كده اهو، وطالع خط كده اهو 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 اهو، تمام. بعد كده بقى الباقي ده كله يبقى داش، ده كده داش، وده كده داش اهو،
وده كده داش. فاذا كل الخطوط اللي هي بانت معايا بقى التانية ديت هتبقى داش، ده كده اهوت هيبقى داش، ده كده هيبقى داش، ده داش، ده داش. وهترسم بقى الصواميل هنا اهوت، رسمت وجهين ثلاث اوجه، هترسم من اهوت الصامولة وجهين، وكله هيبقى ايه، هيبقى داش، والعمود هيبقى داش، خط العمود هيبقى داش، والكي هيبقى في النص داش. تمام. واللي انت عملته هنا اهوت هتنقله الناحية التانية. الخطوط الفتحة اللي جوه ديت هتبقى داش اهي، والفتحة التانية دي كده داش اهي، واللي تحت كده دي كده داش. تمام. والعمود هيطلع من ان هو ظاهر اهو، والنهاية بتاعته. تمام. وتهشر. تمام. يبقى ده كده اهوت، ده نص ايه، ده نص اللي هو ده يعني دي الفلانجة، وهي مش عامل لها قطع. هتنقلها نفس الكلام الناحية التانية، بس هي مش مطلوبة، يعني هي مش مطلوبة في الرسم ده. بكده نكون خلصنا الدرس ده اهو. ديت الرسمة بتاعت كامله، رسمة كاملة هي، علشان تبقى انت عارف الفينيش بتاعها، عارف الفينيش بتاعها. ان شاء الله انتظروني في درس قادم بإذن الله. شكرا لكم، سلام عليكم.